على الرغم من أن الهند كانت تشتري النفط الروسي بغير الدولار في الأشهر الأخيرة، واستعاضت عنه بالدرهم الإماراتي واليوان الصيني للحفاظ على تدفق التجارة مع موسكو على خلفية العقوبات الدولية المفروضة على الأخيرة في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية. إلا أن هاردب سينغ بوري وزير النفط الهندي أكد في وقت سابق أن معظم إمدادات بلاده من الخام في المستقبل القريب ستأتي من دول الشرق الأوسط، ومن بينها السعودية والعراق. يأتي هذا حتى في ظل العروض التفضيلية التي قدمتها روسيا لثاني أكبر مشتر من الخام الأسود في العالم، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى أكثر من 4 أضعاف أو أكثر من 400,000 برميل يومياً في الربع الثاني من العام الماضي. لكنها هبطت في الربع الثالث من العام نفسه، واليوم تجري الهند محادثات مع مصدر النفط التقليديين في الشرق الأوسط لزيادة حاجتها من هذا الخام، بعد أن فقدت الواردات الروسية ميزتها السعرية التنافسية في سوق النفط العالمية. لكن لماذا لجأت الهند إلى مثل هذا القرار؟ وما هي الدوافع الحقيقية لهذا الأمر؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.